اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا علمنا منه ما جهلنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. القرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا علمنا منه ما جهلنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.